شكرا للزميل بدر الفرهود من برنامج أهل الخليج. أهلا بكم متابعينا الكرام، أحييكم من استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين استعدادا لمباراة النهائية بين منتخبي العراقي والمنتخب الإماراتي. في البداية متابعينا الكرام الحديث عن الأجواء داخل أرضية الملعب في هذه المباراة. ربما أن الأجواء اختلفت كثيرا عن الأيام الماضية، اليوم هي الأجواء دافئة بالنسبة لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن ينعكس مستوى الفريقين وأيضا حتى بالنسبة للجماهير في هذه المباراة انعكاسا إيجابيا على مستوى المباراة وحدث هذه المباراة. اليوم متابعينا الكرام ربما أن مباراة المنتخب الكويتي والمنتخب البحريني نسيت حقيقة، سواء من الأحداث الجماهيرية خارج الملعب أو حتى أيضا داخل الملعب. ربما أن الجماهير الإماراتية متواجدة بشكل كبير جدا استعدادا للمباراة النهائية. بجواري الآن الأستاذ حمد الحمد رئيس استاد البحرين الوطني، يحييك بداية أستاذ حمد. خليني بتحدث عن الايام الماضيه، ربما ان الايام الماضيه ستنسى كثيرا وسيتم التركيز على هذا النهائي بالتحديد اكيد، سواء من امور ايجابيه او حتى من امور سلبيه. اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكركم على هذه الاستضافه. وفي الحقيقه عن المباريات السابقه يعني مستحيل تنسي، لان الذكرى فيها كانت جدا جميله بالاشقاء الخليجيين، ومثل ما شفت كان بالتنظيم كل من اشارك فيه وعلى مستوى الملاعب، على مستوى الأشخاص اللي اشتغلوا في تبع اللجان، فوالله الحمد جميع الأمور أعتقد أنه مستحيل تنسي يعني. بالإضافة إلى لمة الخليجيين مع بعضهم في البوابات في الفنادق في الملاعب، فهذه شيء جميل يعني. وأما بخصوص حق اليوم فأتوقع أنه يعني في من بعض الأمور اللي تغيرت عن المباراة السابقة من ناحية التنظيم ومن ناحية من ناحيه استضافه الجماهير، لان عندنا الجماهير الاماراتيه جايه كثير وعندنا الاخوان الاشقاء العراقيين بعد جايين كثير، فخصصنا لهم اماكن تريحهم وتريحنا احنا وتسهل لهم الامور في الداخل في الطلوع. ومن ناحيه حتى التغذيه وفرنا تغذيات لهم خاصه حق هالجمهور عشان لا يخرجون برا على الاستاد كثره وكذا، ودخلاتهم بتكون صعبه شوي، فان شاء الله نتم بالله الحمد الامور هذه تسهل علينا وعليكم ان شاء الله. استاذ حمد تحدث عن الدخول الجماهيري في هذه المباراه، اليوم الان طبعا بعد قليل ستلعب مباراه المنتخب البحريني والمنتخب الكويتي، بعد دخول الجماهير الكويتي والبحرينيه هل سيتم بعد نهايه المباراه هل سيتم خروج الجماهير ام سيبقون في هذه المدرجات؟ لانه انا اللي شايفه برا جماهير غفيره جدا قادمه من الامارات. فاولا هذه المتفق عليه سابقا، ان المباراه الاولى بين منتخبنا ومنتخب الكويت الشقيق على المراكز الاولى الثالث والرابع، فبيكون في جاب بينهم بين المباراه الاولى والثاني المركز الاول والثاني، ففي منظمين وبتتجه حق الجمهور من حيث يطلعون الفريقين جمهور الفريقين بطريقه سهله، من حيث نستقطب الجماهير الاماراتيه والعراقيه وتكون الاماكن مريحه لهم بدون مضايقه من جمهورنا او من جمهور الكويتي الشقيق، فالامور ان شاء الله بتمشي ما عليه مثل السابق يعني. اليوم المباراه ستكون برعايه من استاذ حمد؟ والله حاليا ما يانا الخبر اليقين راعي، بس اللي يانا يعني بالتليفونات وبالهواتف وكذا ان جلاله الملك هو اللي بيحضر، واذا جلاله الملك ما حضر بيكون سمو الشيخ ناصر بن حمد. لا يطول لي، مشكورين. شكرا للأستاذ حمد الحمد رئيس استاد البحرين الوطني في مملكة البحرين. فقط زميل بدر، اليوم طبعا نشاهد انه لاعبي المنتخب البحريني ولاعبي المنتخب الكويتي يجرون عمليات الحمام استعدادا لهذه المباراة، لكن فقط احببت ان اذكر ان المنتخبين اليوم نظرا لعدم أهمية المباراة ما بين المركز الثالث والرابع، طبعا جميع المنتخبين الكويتي والبحريني يلعبان الان بالفريق الرديف، ربما انه الاستعداد الذهني والبدني وإراحة بعض اللاعبين بالنسبة للجانب اللياقي. اعود لك زميلي بدر الفرهود لبرنامج اهل الخليج.